بناء على التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة لمساعدة الشعب الأفغاني في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان، على أن تتولى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مهمة الإشراف على هذه المساعدات الإنسانية. ووقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية تقديم مساعدات إنسانية لدعم الجهود الإغاثية في المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب أفغانستان. بهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أسميات الشكر والتقدير والعرفان إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على مبادرات جلالته الإنسانية المستمرة في مساعدة الأشقاء والأصدقاء وإغاثة المنكوبين ومد يد العون للمحتاجين في مختلف بقاع العالم، الأمر الذي يأتي ضمن مساعي مملكة البحرين بترسيخ التضامن الدولي، مشيدا سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومؤكدا سموه تشرف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بتنفيذ توجيهات جلالة الملك المعظم. أكد سموه على وقوف مملكة البحرين وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون والأمم المتحدة إلى جانب الشعب الأفغاني في أزمته الإنسانية، حيث تعمل المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية على تقديم المساعدات الإغاثية العاجلة.